بعتقد انه كتير من الموسيقيين والمؤرخين لحياتنا الموسيقية بصورة خاصة بيهمهم انه يعرفوا شو في بمكتبة والدكم. في كتاب النظريات الموسيقية في علم القراءة النظريات الحقيقية في علم القراءة الموسيقية. ايوه الكتاب هذا يقع في 600 صفحة تقريبا، وفيه عدة أقسام تبحث في الموسيقى. قسم منها يبحث بالموسيقى بصورة عامة، يعني النظريات الموسيقية العامة. قسم آخر يبحث في المقامات النغمات، وقسم آخر بالموشحات، وقسم بالإيقاعات، وفي قسم عن النوطة العربية القديمة اللي كان استعملها اللي كانوا يستعملوها العرب القدماء، وهي عبارة عن أحرف هجائية. النوطة هذه كانت عبارة عن أحرف هجائية مثل ما هلا نحن بنقرأ النوطة الحالية. اللي أوجدها واحد إيطالياني كان أول عربي، أو في معروفة النوطة المذكورة في كتاب الأغاني وغيره. هالنوطة كمان مدونة وحيطت عليها أمثلة لحنية. يعني نقدر نقول إنه حل الألحان أو النغمات اللي كانوا يستعملوها. لا طبعا، لأنه الأغاني أو الألحان اللي كانت تقال في هذاك الوقت كانت طبعا مدونة بهالموسيقى هذه أو بهالنوطة. إنما أكثرها فقدت. خاصة لما صار الغزو. لا أنا بقصد إنه حل رموز الموسيقى القديمة إلى رموز حديثة صار بنقدر نترجمها. نعم انحلت. هذا أنا بعتقد إنه في كثيرين ما بيعرفوها. وعمل عليها يعني تجارب، ودون بعض ألحان حالية حديثة من موشحات أو غيرهم. دونها على الموسيقى على النوطة القديمة العربية. كذلك في قسم نوطة بسموها نوطة همبرسون. واحد أرمني. أوجد لنفسه كمان هيك طريقة تدوين. وانتشرت مدة طويلة من الزمن، ثم ما هي كاملة تلاشت. كمان يعني تحدث عنها في الكتاب يعني. لا شك تحدث. نعم. وبعدها في هذا الكتاب اللي هو ألفه، بعدها في كتب تانية حققها هو، وفي مجموعات موسيقية جمعها ودونها. مثلا شو هي الكتب اللي حققها؟ كتاب الموسيقى الكبير للفارابي. من طبع بعتقد؟ لا هذا خط يده. لا زال موجود عندكم خط يده ولم يطبع؟ وبخط يده من أول كتاب لآخره. أيوه. نعم. والكتاب معلوم هذا كتاب الفارابي، كتاب علمي قيم كثير وثمين جدا. نعم. نعم. بيبحث كمان في الإيقاعات والمقامات. أيوه. وفي شرح بعض الآلات الموسيقية وعلى الأخص الناي. أيوه. شرح وافي عن الناي. معروف عن الفارابي إنه هو اللي أوجد كمان آلة القانون. يا هل ترى كمان متحدث عنها بكتابه؟ أنا ما اطلعت على. ما في نفس الكتاب عن الآلة اللي أوجده. اللي أوجده ما هو متحدث. عبارة عن يعني معلومات عامة. بعدها في مجموعة الموشحات. مجموعة ضخمة فيها عدد كبير من الموشحات. وهدول كان جمعهم وقت اللي عقد المؤتمر في مصر سنة 32. تمكن من جمعهم بواسطة الموسيقيين اللي كانوا موجودين بالقاهرة، اللي اجتمعوا نعم في المؤتمر. دونوا كل الموشحات بشكل صحيح وحفظوها. وموجودة يعني المجموعة عنده. ثم في مجموعة الأدوار. أدوار. وفي مجموعة الألحان المولوية. الألحان اللي كانت تغنى في أيام الأتراك. في التكاية المولوية. وفي مجموعة النوبات الأندلسية. Oh,
بقتلي